لحظة أيها السيدات والسادة، سأطلعكم على ما سنقوم به الآن. أجزم أنكم سمعتم عن ثور المسك. ما سنفعله الآن هو الذهاب إلى هناك. براندا هي واحدة من الأدلاء الصغار على متن المركب. إن هذه المحطة على جزيرة ديانا ستمنحها فرصة التقرب إلى هذا الحيوان الغريب ثور المسك. يمنحه وبره الطويل هذا المظهر الذي يعود إلى ما قبل التاريخ، والذي يجعله يشبه إلى حد كبير حيوان الماموث، وربما كان ذلك نتيجة عملية تأقلم طويلة الأمد في مناخ القطب الشمالي، بما أن هذا الحيوان ليس له وجود إلا في غرينلاند وألاسكا. يعيش ثور المسك في جماعات تتألف من 10 إلى 100 رأس. إن هذه المجموعة هي نموذج لما يمكن أن نجده على هذه الجزيرة. عندما يقترب حيوان مفترس، تتجمع هذه الحيوانات وتحمي صغارها في الوسط، تشكل دائرة حول العجول الصغيرة وقرونها إلى الخارج بطريقة تسمح لها بالدفاع عن نفسها من المفترسات الأبرز وهي الذئاب. في الواقع تتم الاستفادة من جلد ثور المسك ولحمه، فإن جلده مفيد جدا، لكن الأهم هو صوفه، إذ إنه يتألف من طبقتين. الطبقة الأولى تتدلى إلى الكاحل وهي كثيفة جدا، والطبقة الثانية عبارة عن صوف رقيق يستخدمه الإنويت في صنع الملابس ولبيعه للسياح. بينما نغادر جزيرة ديانا، تغيرت الأحوال الجوية فجأة وأصبح البحر هائجا. إن الجو الجميل الذي ساد في الأيام الأولى من رحلتنا جعلنا ننسى أننا في القطب الشمالي، وأن الهواء الذي يعصف في خليج هادسون يكون أحيانا قويا. مهما كان الجو متقلبا، فإن معنويات الركاب تبدو مرتفعة. إننا في كانجيك سوجواك، وهي واحدة من بين 14 تجمعا في نونافيك، وهذه سفينة شحن تفرغ حمولة من مونتريال أو الكيبيك. لا تتوافر وسيلة شحن بحرية في الشتاء، لذا نحاول أن نحضر ما يكفينا طوال السنة. نستخدم الطائرة في بعض الأشياء،
لكن الأشياء الكبيرة كالبراميل والعربات فنشحنها بحرا. منذ بضعة سنوات خلت كان لا يزال سكان كانجيكسوجواك يمارسون عادات الإنويت القديمة، من الإيجلو أو بيوت الأسكيمو الثلجية إلى صيد الحيوانات والسمك. ثم جاءت السيارات والدراجات الثلجية والمراكب المزودة بمحرك والصحن اللاقطة. أفسد العالم الحديث كل ما يحيط بهم كما جرى لسائر تجمعات النونافيك. بالنسبة إلى الأجيال الصغيرة فإن هذه الصور على الجدران في هذا المتحف الصغير تعبر عن عالم اختفى، لكن بالنسبة إلى نالا البالغ من العمر 78 عاما إنها تعكس حياته، حياته كصياد، ويسعده أن يخبرنا عن أعماله. إن أكثر الأشياء التي أذكرها هي تلك اللحظات المخيفة عندما كنت أصطاد حيوانات الفظ. كان الأمر مذهلا، ما زلت أذكر الأمر جيدا. كما أذكر عندما حاولت في إحدى المرات قتل حيوان فظ ضخم، لكن من جهة أخرى عشت لحظات رائعة عندما كنت أنجح في صيدها. ما زلت قادرا على رؤية لسانه الصغير يتحرك في حلقه، كان الأمر مخيفا. عندما أطلقت الرمح عليه كان قريبا جدا، لدرجة أني كنت قادرا على رؤية مؤخر حلقه. عندما يفتح الفظ خطمه واسعا ويفتح زعنفتيه إلى الخارج عليك أن تحذر، لأنه يكون عندئذ جاهزا لمهاجمتك. في جزر خليج هاتسن تعرض كثير من الناس للهجوم وقتلتهم حيوانات الفظ. في الماضي كان علينا العمل جاهدين للبقاء أحياء، لم نكن نطرح أسئلة، هذا ما كانت عليه الحال. حتى لو كنت تقطن في منزل ثلجي أو خيمة كانت الحياة في بعض نواحيها أكثر راحة. لم نكن نخاف ليلا، كنا نشعر بحال جيدة. أما اليوم عندما أنام لا أشعر بسلام، أخشى ما سيحدث في الخارج. في السابق عندما كنت أقيم في منزل ثلجي الشيء الوحيد الذي كان يقلقني والذي أسعى له هو الطعام. لو أني أملك طعاما لكنت سعيدة. زاد الطلب وقل العرض. إننا نسير باتجاه أزمة محتومة. فتقلبت الأسعار وجاعت القارات. السيناريو الأسوأ هو حدوث حروب على الغذاء، وحروب بسبب ندرته، وحروب على الموارد، وقتال على المواد المعدنية في الأسمدة والمخصبات ونفاد النفط. ثم إن التغير المناخي قادم. ما
مستقبل الغذاء في هذه الأوقات على الجزيرة الوثائقية. هكذا انتشرت الأسطورة الطمعون. إنهم نحن شعب الأنيشنيابي. استعمرت كندا واستوطنت أراضيها. قررت الحكومة إخراج الهنود من الغابات وتجميعهم في تجمعات، وهكذا لم تعد الحدود الهندية أكثر من مجرد مخيمات لاجئين. أصبحت دولة على حساب أمة، فما كان من هذه الأمة إلا أن تعترض. رموا لنا قطعة لحم وراح الجميع يتقاتلون للحصول عليها. أمة خفية في هذه الأوقات على الجزيرة الوثائقية. استعد الآن. أنت تختار الآن. تختار الوقت. استعد الآن. تختار الفيلم. تختار ما تريد. تختار مجموعة كبيرة من الأفلام الوثائقية. تختار الآن. تختار أنت تختار الجزيرة الوثائقية. تختار أفلام شهر تموز يوليو. تختار. على الأرجح أن الحياة في القرى على طريق التغير في نونافيك، لكن المناظر الطبيعية التي اكتشفناها منذ أن غادرنا كوجواك هي من دون شك المناظر الطبيعية نفسها التي اختبرتها أجيال كثيرة من الإنويت. الريف جميل ومقفر، لا يزال ينير ذكريات نالا صياد حيوانات الفض. أنا أعد لحم الأيل وسأحتفظ بالعظام لصنع المرق والحساء وفطائر اللحم، ثم سأقوم بسلق لحم الأيل الذي سبق أن قطعناه. لحم الأيل الذي اشتريته مباشرة من كوجواك. أتصل قبل يومين أو ثلاثة لأحصل على اللحم، ولكن لا يتم تأمينه دائما، فكل شيء يعتمد على وجود الأيل في الجوار. هذه هي إحدى المشكلات في الشمال. إن قطيع الأيل من الممكن أن يكون قريبا من البلدة. إن كانت على بعد 100 ميل فلن نحصل على لحم الأيل. نحن نسخنه على المشواك، لكنه من النوع الذي لا يؤكل بمجرد شوائه، يجب أن يعالج في المطبخ أولا. بعد أن وصلنا إلى نهاية ممر دوغلاس البحري، ألقى الربان المرساة ويمكن حفل الشواء أن يبدأ. سيبدأ الناس بالوصول إلى هنا لتنفيذ